إشراك المواطنين في اتخاذ القرار أو في صنع القرار أو في السلطة، واحدة من يعني أجندة الثورة الأساسية اللي إحنا من خلالها حابين ندرب الشباب في السلطة. كل تأكيد. نذهب مباشرة مشاهدينا الكرام إلى الموروثات الشعبية لقبيلة الدلنج، حيث حثث أهل السودان بعاداتهم وتقاليدهم السودانية البسيطة والسمحة دائما. الدلنج اسم لمدينة كبيرة في جنوب كردفان تسكنها أعراق مختلفة قدمت إليها من معظم مناطق السودان، شأنها في ذلك شأن غالب المدن الكبيرة التي امتزجت فيها الإثنيات والثقافات المتنوعة نتيجة للمصاهرة بين عدد من المكونات الاجتماعية. الدلنج الاسم الذي اشتهرت به المدينة وعرفت به بين الأمصار، في حقيقة الأمر أخذت اسمها من قبيلة الدلنج، أولى القبائل التي سكنت في هذه المنطقة عقب هجرتها إليها من شمال السودان في حقب تاريخية موغلة في القدم، وهي تنتمي أصلا إلى العناصر النوبية في الولاية الشمالية. تتميز القبيلة بتراثها الشعبي المتفرد الذي توارثته أبا عن جد، واشتهرت به من بين القبائل التي تعيش في هذه المنطقة. وهذا التراث الشعبي لقبيلة الدلنج أشبه بالألعاب الشعبية التي تمارسها القبائل النوبية في شمال السودان، الأمر الذي يؤكد انتمائهم إلى الشمال. اشتهرت القبيلة بالسماحة وكرم الضيافة والقبول بالآخر والنهي بنفسها عن الصراعات. هذه الصفات إحدى العوامل التي أكسبها حب الآخرين، وكانت إحدى الأسباب التي دفعت عددا من القبائل للتوافد إلى المنطقة واتخاذها مكانا للعيش. تمارس القبيلة فنونا وألوانا من الرقص الشعبي، وعلى ألحان الحكامات تصاغ كلمات تمجد تراث القبيلة وتدعو إلى الحب والاحترام والتعايش السلمي بين القبائل، كما تدعو إلى الشجاعة والكرم والترحيب بكل قادم إليها. وضرب الطبول وعلى أنغامها يتدفق الحماس، وهو فن له عاني في حياة الدلنج. فرسان القبيلة الذين شبوا على تراث القبيلة لا يتركون مناسبة اجتماعية دون إظهار أنواع القوة والفتوة باستخدام الأسلحة التقليدية، إضافة إلى ممارسة ألوان من المبارزة والمصارعة مع بعضهم البعض لاختبار القوة استعدادا لصد أي هجوم والدفاع عن القبيلة والحفاظ على أمجادها التاريخية. فناجين القهوة هنا ليست لشرب القهوة فقط، ولكنها اتخذت أيضا وسيلة لإصدار أصوات موسيقية تتماشى مع ألحان الأغاني الشعبية، وهي طقوس خاصة لا توجد إلا عند هذه القبيلة، وتمارس مثل هذه اللعبة في كل المناسبات الاجتماعية. في مواسم الحصاد تفرض أيام بلياليها لممارسة الألعاب الشعبية التي تعرف باسم أعياد السبر، والتي يأتي إليها أفراد القبيلة منتشرين في أصقاع ومدن السودان المختلفة للتمتع بالألعاب الشعبية وممارسة الهوايات المفضلة، وغالبا ما تتزامن مع أعياد الأضحى المبارك. وتبقى الفنون الشعبية من رقص وغناء وغيرها من الموروثات الشعبية الأصيلة بالرغم من زحف الحداثة ولهث الناس خلفها.